نعم يجوز للمرأة أن تقرأ أذكار الصباح والمساء أثناء الحيض، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. وقوله افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت يبيح لها أن تقول الأذكار، وكذلك يبيح لها أن تقرأ القرآن، وإذا مست بحائل جاز أيضا، والله أعلم.